جزاكم الله خيرا. قتل الأفاعي الموجودة بعيد عن البيوت والمنازل والأماكن المسكونة في البراري، قتلها هل هو حلال أم حرام علما بأنها بعيدة عن المساكن؟ جزاكم الله خيرا. الأفاعي يجب قتلها لأنها مؤذية وفيها خطر على حياة الناس، وقد عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس الفواسق التي تقتل في الحل والحرام. نعم.